كابتن عماد، نكمل اللي كنا هنقوله ما بين الشوطين اللقاء، ورايك في اداء لاعبي النادي الاهلي النهارده؟ يمكن زي ما اتفقنا، اتفقت مع حضرتك واتفقت مع كابتن ايمن، النادي الاهلي بدا المباراه متاخر. يعني ام بي لعب 5-4-1 كانت واضحه وصريحه، كان مستني الاخطاء من لعيبه النادي الاهلي، يحاول يستفيد من قله الخبره اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي، وعمل ده في الهدف الاول، وهدف هدف مميز جدا. دي فرصه خطر جدا بتاعت العجوز بالظبط. النادي الاهلي ساعد امبي على ده، انه كان رتمه بطيء جدا، مساحات بعيده، عايز يخترق من العمق، والعمق كله كان مقفول، مفيش مساحات يقدر يلعب فيها. الزياده الهجوميه ما كانتش موجوده، بدايه من اول فرصه على ما اعتقد من ضربه ركنيه لخالد عبد الفتاح، وطلع حطها بدماغه، بعدها تسديده ردت لكهربا هدف اوفسايد، بعدها تسديده تانية راحت لكهربا تاني هدف واتحسب. من هنا النادي الاهلي دخل في المباراه. شفنا بقى الشوط الثاني تحول كامل بالنسبه للنادي الاهلي. امبي غير طريقه لعبه، الملعب بقى مفتوح، بقى في فرص يمين وشمال، في فرص للنادي الاهلي وفرص لامبي. في جمل شفناها، كابتن ايمن اتكلم على جمله واضحه وصريحه، يوسف سيد بيدخل لجوه مع نيدفيد لكهربا، كهربا قفشه بيحط، فانت في حاجات زياده عاديه بشكل كبير جدا. كابتن ايمن اتكلم على نقطه مهمه جدا وهي الروح والرغبه. ده اللي احنا بنتكلم عليه، الناشئ في النادي الاهلي انت مش محتاج تنصحه، مش محتاج تحفزه. هو الحافز عنده موجود، الحافز عنده موجود، غير لما يكون جايب لعيب من بره بتبدا تفهمه سياسه النادي الاهلي، روح الاداء بالظبط، تفهمه ان النادي الاهلي هو بيلعب على المكسب دايما. لكن الناشئين دي موجوده عندهم. انا صراحه بحيي قطاع الناشئين، هقولها تاني، بحيي كابتن وليد سليمان، بحيي كابتن محمد شوقي، بحيي كابتن بدر رجب، مصطفى مخلوف حارس عنده امكانيات عاليه جدا، احمد عبدين مدافع جيد جدا جدا وهيجي منه الفتره اللي جايه يكون موجود مع النادي الاهلي، مصطفى ابو الخير، احمد اشرف، محمد عبد الله، وبرده التعاون مع الفريق الاول، يعني خالد بيبو طبعاً. برافو برده خالد بيبو، برافو التعاون، الجهاز كمان بالظبط، ده التجانس ده هو اللي بيديك ملعب.